نورني يا محمد. نور حضرتك. ايه اللي حصل ومين بلغك بالحادثه؟ انا كنت بره البيت، اتصل بيا اختي الكبيره. طبعا نبره الصوت تخوف من اول حاجه، وبتقول لي المكالمه كلها ثواني، محمود لحق بسرعه، مالك اتقطع بكازلك. فانا كنت بره، الناس اللي حواليا كلها اتخضت من رد فعلي، لان قلبت انا فجاه بقوم قلبت الترابيزه وبزق الدنيا وبجري. طلبت اوبر على طول، سكوتر، عشان هو اسرع حاجه، واسرع حاجه في الزحمه. كانت الساعه 10 و10 بالليل. وصلت، رحت على المستشفى على طول، وصلت على مستشفى دريم، وما قالوا لي ان هو اتعور في صباعه وعقلتين طاروا، كلام من ده يعني. فطبعا حتى لو عقلتين طاروا، الموضوع مقلق يعني. اخويا الصغير، ابني مالك، مش اخويا الصغير، مالك ابني، مالك موجود وانا كبير، انا اللي مربيه. جريت على المستشفى، لقيت بقى الناس كلها. اما كنت داخل والاقي زحمه بالمنظر ده عشان اخويا، اترعبت، بجري، فين مالك فين مالك. دخلت جوه، لقيت مالك ملفوف، ايديه بيلف، ملفوفه ايديه بحاجات كده كتيره كتيره كتيره، وكلها دم. بس بقول لهم حصل له ايه؟ يقولوا لي اتعور، وانا شايف ايديه منتهيه بالرباط، منتهي رفيع، مفيش كف ايد، مش شايف كف ايد. يعني الطبيعي ان احنا لو لافين ايدينا، كف ايدينا هيبقى في الرباط كبيره من قدام، لا دي صغيره. فبقول له يا حبيبي مين عمل فيك كده؟ قال لي معرفش. قلت له كانوا كام واحد؟ قال لي خمسه. قلت له مين كان معاك؟ قال لي كان معايا ادهم وتوتس. التوتس ده صاحبه اسمه محمد. قلت له حد فيهم عارفه؟ قال لي لا. ما كترتش معاه، لان هو قاعد بيقول للدكاتره ركزوا 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 ركزوا، هما بيربطوا له ايديه، ركزوا، علشان اي حاجه، هي ايده بايظه بايظه، اي حاجه هتبقى مشكله. ركزوا ركزوا يا جماعه، ارجوكم ركزوا. لحد ما اسعفوه في دريم، مستشفى دريم. هو كان شاف ايده. مالك هو اللي مسك ايده من على الارض، هو اللي كان اول متعور، فبدا يحاول يوقف الدم. هي ايده اليمين، قعد يحاول يوقف الدم ويستعطف الناس اللي ماشيين، ارجوكوا الحقوني، ودوني المستشفى، اتصلوا باهلي، انا بنزف، انا زي ابنكم، انا بموت، كلام من ده يعني. فاللي هو في واحده عندنا في النادي وقفت، طبعا خايفه، ست خايفه، شايفه منظر يخوف. فبتاع الامن كان جه، فلما الامن جه بتاع النادي ارتاحت، فركبت الامن وركبت مالك واسعفوه للمستشفى. المستشفى لما وصل هناك، مش عارف تفاصيل قوي، غير ان هم قرروا، اهلي قرروا ينقلوه، يقولوا يدوه مستشفى تانية، اجهزة بقى، الدكتور هيكون اكبر، ما اعرفش، بس هيتنقل. قررنا نوديه، ولما راح دار الفؤاد، فندهت على اصحابه اللي شافوا مع اول بقى الواقعة ما دي. خدت الكلام منه، خلاص سبته، علشان انا مش حالتي الطبيعيه اطلاقا. انا مش طبيعي. قمت ندهت على اصحابه. اصحابه طبعا عيل صغيره زيه، كلهم عيل صغيره، ولاد ناس. الولاد مرتبكين من الموقف، مرتبكين، بيقولوا لي مش فاكرين، بس اللي فاكرينه، كل اللي فاكرينه ان حصل واحد اتنين تلاته، هقول واحد اتنين تلاته، وظهر ولد وتعرفوا على شكل الولد ده، لان سنتين مكسوره. هحكي الحكايه لما مالك خارج من النادي. مالك خارج من النادي، خرج من التمرين، خلص، صلى المغرب والعشاء عشان فاتوه تمرينه من 7 ل 9، قابل زميله في النادي علشان رايحين الجيم. خارجين من بوابه النادي على الساعه 10 الا ربع، 10 الا ربع، خارجين في الطريق البطيء، في جزيره في النص كده. الجزيره دي كان واقف عليها حوالي، بكلام اصحابه، مالك قال خمسه، واصحابه قالوا بتاع سته سبعه، واقفين في الجزيره دي. وولد منهم، هم خرجوا من النادي مباشره شمال، عدى عربيتين، بعد كده بيعدوا الطريق البطيء عشان يمشوا للسلم اللي قدام بوابه الفردوس، ويعدوا الطريق من على السلم وما يعدوش الواحات. هم بيعدوا الطريق البطيء، ولد منهم قرب على مالك وبيسلم عليه. يعني اي حد هيجي يسلم على اي حد ويمد ايده هنسلم عليه،
يعني شباب كده. اه اي حتى لو مثلا رحت اسلم مثلا على حضرتك وحضرتك مش عارفاني، بس حضرتك هيستوقفك ان انا مهدد ايدي، فهتسلمي عليا حتى لو حضرتك مش ممكن البنات عارفاني. مش بتسلم او الستات، الرجاله والشباب بتسلم. ممكن فامسلم فسلم عليه. فمجي ولد من زمايله اللي هو ولاده اللي هم زمايله اتعرفوا عليه اللي عنده سنتين مكسورين، جه بيقول له بطل مرازية يا ابني في الناس، بيقول له صاحبه ببلطجي كده بيقول له بطل مرازية في الناس يا ابن المعرفش ايه. فمالك اول ما سمع كده فقام شال ايده من ايده سحبها، يعني مش هيسلم عليه. الولد كل بقى الكلام بقى ده في ثواني، في ثواني معدودة. الولد قال له انت بتشيل ايدي انا، انت بتزق ايدي انا. قام طلع السلاح من جنبه اللي هي سنجة اللي هي صورها اظن تظهر للناس، سنجة مستوردة من واضح ان الولد ابن ناس وجايب حاجة نظيفة من البرازيل. وقام ضرب مالك على كتفه وصدره. هو في ابن ناس يعمل كده؟ هو محترف بقى، هو زي ما صاحبه قال له بترازي في الناس. لو محترف ما كانش خبطه كده، لو كان محترف حتى ما كانش خبطه كده. انا اسمع ان المحترفين بنشوفهم حتى في الافلام والمسلسلات بيخبطوا خبطات عاديه مش خبطات كده، يعني يا ريته كان اتعور، يا ريته كان اتعور. ده فدى نفسه بايده. قام اول خبطه ضربها له كانت من كتفه، كانت هنا، كانت هنا بالظبط. شنطته فادت الضربة، شنطة السباحة بتبقى قوية، اليد بتاعتها قوية جدا محملة، فقامت اليد دي اتقطعت، واتقطعت بطريقة برضو وهبقى أوري لحضرتك الصورة، اتقطعت بطريقة شارب جدا لدرجة إن أنا لو حضرتك اديتيني الشنطة قلت لي اقطعها كده خط ستريت لاين كده خط، مش هعرف، مش هعرف من كتر ما هي صعبة محدش يعرف يعملها. الضربة بقى قطعتها، قطعت الخمس طبقات بتوع الكتف بتوع كتف الشنطة، قطعتهم كلهم حتة واحدة.